تابعية في الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، أينما كنتم كما عدتكم بسوي لكم الآن اختبار الموية. سحبت عليكم من أمريكا بس الآن بسوي لكم. طبعا جبت لكم 15 نوع موية، ونوع موية من بزبوز من الحنفية من الحرزات، صراحة الحرزات ساعدني فيها عوض. طبعا جبت لكم 15 نوع موية، نستلة، الهجرة، الهدى، نوفا، هناء، قطاف، مزن، فيحاء، نجران، ثانية، سما، هاجر، أكوافينا، وموية الصفا، وبيرين، وموية من بزبوز الحرج. طبعا جبت لكم المادة هذه حق الاختبار البي اتش من 4 إلى 11، وبحط لكم صورة كمان. ناخذ البطاقة حق المياه القلوية، خس الشيء الثلاثة، هذا البرتقالي لأن الأخضر هو اللي هو الطبيعي، والأزرق هذا أفضل شيء. انا يعني المساعد حقي قاعد يساعدني. هنا المساعد الثاني. الان عبينا المويه ونسوي الاختبار. لا زارنا الشيخ وليد. شو التكيله هذه؟ هذه هاجر والله الاطباء جديده. زود يا شفين. الآن حطينا عليه كله، شوف كيف، والله شوف بزبوز الحرزات كيف أفضل شيء. والله يا أحد يقول لي أفضل شيء طلع موية الحرزات الاستراحة، بعدين الصفا، بيرين، مزن، الهدى، نوفا، وهاجر، ونستلة، وفيحاء زي بعض، بعدين سما، وهنا، ونجران، وتانية، وقطاف، كلها تقريبا بدل الأصفر أبو كلب. أخس شيء، بعدين أخس اثنين، يجيك عندك أكوافينا وهاجر، أسوأ شيء أصفر. مجانا إيش بك؟ هذا اللي يعطونا كاه مجانا، والله أفضل شيء هنا. الآن بحط لكم صورة حق الألوان حق المياه القلوية، وشوفوا هذه وشوفوها وشوفوا الفرق كل واحدة واللون حقها.